أن الله عز وجل جعل للرجل أن يعدد، قال ربنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يشرع هذا في حق الرجال، وهذا ظاهر ولا يوجد هذا في أي ملة. لكن الرجل لو مات وانقضت العدة جاز للمرأة أن تتزوج بعده، بعد وفاة زوجها، هذا بإجماع المسلمين، ظاهر هذا. طيب الآن سأسوق فريدة من فرائد العلم في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم مات، وحرم الله على الأمة، على أي أحد من رجال الأمة، أن ينكح أمهات المؤمنين بعد من؟ بعد النبي. نعود للأول، الإنسان يجهل ماذا؟ يجهل الغيب. فتأتي امرأة متزوجة من رجل ولو كان من أفضل الناس في عينيها، ثم مات، هي لا تعلم الغيب، قد بعد انقضاء العدة لو تزوجت غيره يكون أفضل من الأول، فيصبح الثاني زوجا لها أين؟ في الجنة، واضح؟ يكون عونا لها، زوجا لها في الجنة. لا نستطيع أن نقول إنها لن تتزوج أفضل منه، ما نستطيع أن نحكم بهذا، لأن هذا غيب لا نعلمه، واضح؟ واضح؟ فمن أسباب أن تنكح المرأة بعد زوجها الأول طمعا في أن يكون الثاني أفضل من الأول، ظاهر هذا؟ الآن نعود للأول، إذا عدنا للأول، منعت أمهات المؤمنين أن ينكحن أحدا بعد رسول الله، لأنه قطعا لا أحد أفضل من رسول الله، واضح؟ لأنه لا أحد قطعا، ما تقول هذا غيب يمكن، ما فيها يمكن هذا، لا أحد قطعا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لهن رضوان الله تعالى عليهن أن يأتي في خلدهن مثقال ذرة أن أحدا يرضين به فيحرمن صحبته صلى الله عليه وسلم في الجنة وقد رأيناها في الدنيا. نختم بفائدة علمية أخرى، إذا سئلت ما الشيء، ما المعصية التي نهى الله عنها في كتابه ولم يفعلها أحد ولن يفعلها أحد، فقل هذه، واضح؟ الله قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، فنهى، فما دام نهى فهي معصية، فهي معصية نهى الله عنها ولم يقترفها أحد ولن يقترفها أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأزواجه مثل، واضح؟ وإن سئلت عن واجب أمر الله به ولم يفعله إلا واحد، فإن الله يقول فقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فقدم علي صدقة وناجى النبي، ثم نسخ الله هذا الحكم فانتهى الواجب ولم يقم به إلا شخص واحد، هو من؟ هو علي، زادني الله وإياكم علما، والعلم عند الله، وصلى الله على